في هذا الحديث يقصد بإحياء السنة تذكير الناس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرص عليه من الأقوال والأعمال المشروعة في زمن انشغل الناس عن العمل بأغلب ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إما بسبب النسيان أو بسبب مشاغل الحياة أو غير ذلك. وقيل المراد بالسنة هنا ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وقد تكون فرضا كزكاة الفطر أو غير فرض كصلاة العيد وقراءة القرآن في غير الصلاة وتحصيل العلم ونحو ذلك. وأما إحياؤها فذلك بأن يتعلمها وأن يعمل بها وأن ينشرها بين الناس قولا وفعلا وأن يحرضهم عليها ويحثهم على إقامتها ويحذرهم من مخالفتها. من فعل ذلك حصد من الأجر مثل أجور من تبعه من الناس في إحياء هذه السنة ونشرها والعمل بها دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا.